السلام عليكم. اتصل بي واحد من الأصدقاء قال لي إبراهيم زيتوت راه هضر عليك في لايف. حقيقة أنا الأسبوع اللي فات كنت مشغول شوية بالرغم من الفضول، إلا أني قلت خلي حتى نهار الأحد ونشوف واش قال، لعل وعسى شيء ينفع ولا شيء جديد. رحت شفت الصفحة ويا ريتني ما دخلتش. يا شماتة أفلاطس أصافية، خلا شوية يا كمل معايا يا شماتة كل عديان فيا. على يا زيتوت، على الأقل تخلي لي رصاصة الرحمة، على الأقل يا واش راح نقول لكم يا واحد، والله ما نديكش نعبر دونك على هذا، نخليكم تشوفوا بعينيكم أحسن. روحوا معايا شنو نوريكم واش قال. روح شوف. روح خويا، سمحوا لي خوتي جبتكم معايا للصال دابا، ولكن هذا هو المكان المناسب اللي نلقاو فيه الهراء، دونك خلونا عذرا منكم على بشاعة المنظر، ولكن خلونا نسمعوا للهراء تاع هذا الإنسان. زيتوت تكلم، حل شوف امك وهدر. رشاد لاسيسيون في رشاد، مانيش عارف الانشقاقات في رشاد، واللي انشقوا من رشاد راح يديروا حاجه يسموها ارشاد ولا نساعدوهم. يعني اصلا هادو شكون اللي انشقوا؟ يعني شكون؟ ما عندناش اللي انشق. كاين 4 ولا 5 من خوتنا كاين اللي استقالوا او طلب منهم ان يستقيلوا، ما كانش ما عدا واحد كان يحسب على انه من رشاد، لكن قلباته المخابرات الارهابيه بعد ما وعدوه بوعود معينه قلبوه وقالوا له ما تخممش، نجيبوا لك إقامة في فرنسا ما كاش مشكل، ونجيبوا لك زوجتك وابنك وروح سبرك. المخابرات دورت له عقله وقالت له نجيبوا لك إقامة دائمة في فرنسا. هاد الهضرة فكرتني بواحد الهضرة إنسان وحد آخر كان يهضر في نفس الهراء. خدت شو نوريكم هاد الفيديو وبالك تفكروها معاه. لأن بوتفليقة والجزائر هي من تحكم من يكون رئيس فرنسا. نعم للحمقى الذين يعتقدون أن الجزائر هي تابعة لفرنسا، أقول لهم خسيتم، فرنسا هي من تابعة للجزائر. خسيتم يا من تعتقدون بأن المخابرة الجزائرية ما عندهاش قدرة بأنها تدبر إقامة الواحد في فرنسا، تدبر له إقامة دائمة، لأن المخابرة الجزائرية مثل ما قال عارف مشكرة هي اللي تعين الرؤساء في فرنسا. دونك الفكر الزيتوطي والفكر تاع المشخرة كيف كيف. دونك هذا دبلوماسي الله يرحم باباكم اللي يقول لكم بالمخابرة الجزائرية دبر الواحد إقامة فرنسا. نو ما نخلاش، لأنه الأستاذ اللي يقول بأن المخابرات الفرنسية دخلت عند المخابرات البريطانية من أجل أن تمنعه من حقه في الحصول على اللجوء السياسي في بريطانيا يستطيع أن يقول أي شيء. وزيد القنصل اللي حاكم القنصلية تاع فرنسا في الجزائر تأمره ولا تغصبوا المخابرات باش يوفر باش يجيب لي الزوجة تاعي والابن تاعي. يا للروعة كما قال. او ماي جاد واو. قلت لكم بلي فهمني ولا ما فهمنيش؟ قلت لكم بلي ما خلاش فيا ولا ما قلت لكمش؟ سبحان الله، انتم برك ما تنخلعوا في تبون وتنخلعوا في عارف مشاكرة، يوجد من هو أسوأ يا خوتي. بالأمس فقط خوتي كان يقول لكم لي أنا لا أرد على الدباب ولا أرد على الحركة الجدد، الآن راه يرد بهذا التناقض يا أستاذ زيتوت. ولا لا ترد فقط عندما يتعلق بشكورك اللي قضب عليك دواسة وقضب على خوتك. أما فيما يخص حركة رشاد واللي في كل مرة دخل حركة رشاد في الوسط، فأنا لم أتهجم على حركة رشاد إلا بعدما سكتوا عن الظلم اللي وقع بسببك، الظلم اللي وقع للعديد بسببك، من بينهم شخصي، شخص يحيى مخيوبة، زوجة محمد عبد الله، الأخت سورية، والعديد من الناس اللي طالهم وبال الفرخ اللي كنت مربيه واللي جعلت منه راجل بالسيف، واللي كنت تبتلنا في الصور تاعه والفيديوهات تاعه على صفحتك، واللي كنت تفتيله بجواز نشر الإباحة لأنه ناقل الكفر ليس بكافر. أما إذا كنت تعتقد بأن حركة رشاد تقتصر في شخصك وفي شخص عائلتك، فأنا أتشرف بأن أتهجم عليك وعلى هذه الحركة التي تمثلها أنت فقط. أنا ما جبتش ناس أخرين إلا لما اقتضت الضرورة أني أبين الأخطاء تاعهم والكذب نتاعك اللي ما طاقوش حتى هما باش يقولوه، وما طاقوش ينكروا عليك كل الأشياء الفظيعة التي تقوم بها عن طريق لايفاتك. قلت ونعود بأني ما عنديش مشكل مع حركة رشاد، وبعد ما خرجت من حركة رشاد ما تهجمت على حتى واحد في الحركة، حتى شخص في الحركة يجي يقول لي إبراهيم تهجمت عليا ولا تهجمت على الحركة بطريقة غير مباشرة. أنا نتحداك أنت وكل الخوة في الحركة أنهم يثبتوا ذلك. أما بعد ما حدث الشيء الخونة محمد عبد الله وخونة محمد بن حليمة، هنا أمور أخرى تتعلق بك أنت وبالخالية الزيتوطية اللي كنت تخدم معها. أما حركة رشاد نقول ونعاود بأني ما عنديش مشكلة معهم إلا إذا واحد
قرر فجأة يوما ما أنه يوقف في صفك، هذا شيء آخر. دونك ماشي أي إنسان يدير الأخطاء ومن بعد من يجوا الناس يتكلموا معاه يقول لك أنا حركت رشاد، مثل هذيك التي لا أعجز عن وصفها لا تريني اللي كاع نهار ويقول لك أنا حركت رشاد. تما أي إنسان تتعرى سوء نتاعو يجي هنا يتكوفرا بحركت رشاد. كما أن الهضرة اللي نهضر فيها ما يعنيش بأنه حركة رشاد هذه حركة مقدسة منزلة من السماء لا يجوز انتقاصها، ولا يجوز حتى أنه ننكر عليها الأشياء التي ممكن تصدر منها لأنهم مجرد بشر مثلنا مثلهم. نكملوا الهوراء نتاعك ونعود نرجعوا للتحليل المفصل، نثبت لك بالدليل الكذب الذي لا تزال تمارسه أمام الملأ. والناس كثير يقول لك هذا فاقد عقله وما تديروش عليه، وإحنا ما فقد عقله ولا ما فقدش عقله كيف كيف عندنا. سيتوت البسيكولوج استطاع أن يكتشف بأني فقدت عقلي. السؤال المطروح هو وقتاش فقدت عقلي؟ قبل السجن أو بعد السجن؟ إذا كان قبل السجن فللأسف كنت عضو أمانة في الحركة ما طيش يقول لي أنت مهبول. إذا كان بعد السجن فللأسف أيضا عندي تسجيل يقول لي به ما تخرجش من الحركة أرجوك، لأنه خرجتك من الحركة واستقالتك ستكون خسارة كبيرة لنا. سمعكم التسجيل خاوتي؟ أخ إبراهيم، هذا خيار للأسف خيار سيء. كان من الأفضل أن تختار اتجاه آخر، لأنه في مصلحة الجميع بما فيها مصلحة أخونا إبراهيم، وتتبين لك الأمور هذه فيما بعد. لكن إذا اخترت هذا الاتجاه فنحن سنتأسف جدا جدا على خسارتك، لكن هو اختيارك بكل أسف وألم. والله ما سمعتك. لكن إذا اخترت هذا الاتجاه فنحن سنتأسف جدا جدا على خسارتك، لكن هو اختيارك بكل أسف وألم. هيا نضحكوا كامل. هي نفس النهج خوتي الضار. أي إنسان ينتقده حتى ولو كان بأدلة يقول عليه حبلة، يقول عليه مندس، يقول عليه باع البارتية. وبنفس الطريقة أيضا الأستاذ اللي ربى الضاعر طبيعة الحال يمارس نفس الطريقة ونفس النهج، هو أنه أي إنسان ينتقده بطريقة ممنهجة بطريقة عقلانية بالأدلة والبراهين بأنه شخص دجال وكذاب يتحاشى كل ما قيل، بالعكس يتهم هؤلاء الأشخاص بأنهم حركة دباب مندسون باعوا البارتية وحتى مهابل مثل ما داروها مع محمد بن حليمة. روحوا، لكن احنا نتمنى روحوا جيبوا لنا هذو اللي منشق ومانيش عارف. رشاد مبنية على أفكار، والناس اللي داخل فيها من حلي آخر يقدر يطيح واحد أو يطيح واحد، هذا طبيعي، هذا عمل بشري. رشاد مبنية على أفكار، ما شاء الله. أفكار رشاد تقول بأنه أي إنسان ما يلقلوش أنه يخون، ما يلقلوش أنه يقول دباب، ما يقولش حركة جدد، ما يقولش عميل، ما يقولش تفاوض مع المخابرات من دون دليل، ما يقولش بأنه هاد الناس مهابل. رشاد لو كان تقول جرو المخابرات حتى ولو ثابت حقيقة بأنه هاد الإنسان كان يخدم في المخابرات، يقول لك يا أخ إبراهيم هذا ليس من أخلاقنا وليس من شيمنا، فلماذا تقول هذا الشيء في إلياس طحاني على سبيل المثال؟ لكن الأستاذ زيتوت قدس الله ثراه، الأستاذ المبجل المعظم المقدس النابغة الزيتوتي، يحق له أن يقول أي شيء. علاش؟ لأنه صار له كما الشيعة لما يلحقوا لمرتبة الإمامة يقول لك باللي القارين نتاعهم ما يقولوش يكتب عليهم سيئات، يولي يكتب فقط الحسنات، معناتها يجوز لهم أنه يفعلوا كل شيء. وأيضا الأستاذ زيتوت لحق لدرجة وين أي شخص في حركة رشاد لا يستطيع أن ينكر عليه ما يقول. دونك الأفكار تاع رشاد لم تعد أفكار رشاد، وإنما أفكار زيتوت اللي تسمح بما يسمح به زيتوت وتنكر ما ينكره فقط زيتوت. منذ 15 سنة أعلن عن حركة رشاد إلى جبتنا 10 فقط كانوا فيها واستقالوا، نتحداكم 10 فقط. ما زال يكذب وأنا قبلت التحدي يا زيتوت. في الحقيقة خوتي في أعضاء الحركة ولا أعضاء المجلس ولا أعضاء الأمانة ما كنتش باغي نوصل لهذا الموصل، ولكن توجد أمور أخرى سأبقى أتحفظ عليها بطبيعة الحال. لكن هذا الأهبل لا يريد أن يجركم إلى المستنقع، وأنا حقيقة ما عنديش مشكلة نروح معه وما راه باغي. راه يقول تحداكم باش تجيبوا 10 فقط منذ 2015، حسبوا معي.
إبراهيم دواجي مستقيل، يحيى النخيوبة مستقيل، سمراوي مستقيل، حسن بوراس مستقيل منذ سنوات، والآن التهمة اللي راه فيها في الحبس تهمة باطلة، وين يقولوا عليه بأنه راه تابع لتنظيم حركة رشاد، هو ما عندوش حتى علاقة بحركة رشاد. صديق دعدي مستقيل بعد ما تعرض له النابغة بالإساءة وبالكذب وتحداه في لايف، بعدها استقال الأخ نتاعو، رانا في ستة يا الخاو، بعدها استقال الأخ نتاعو بسبب أنه نقض العهد اللي قدمه العربي زيتوب بأنه ما يعاودش يذكر الأخ نتاعو مرة أخرى. ثم استقال زوج خاوة من ودرهيو، ثم استقال كل مكتب بسكيكدا، كل مكتب، ثم استقال عين حا من وهران، با ميم من وهران، ها نون من وهران، كل مكتب وهران اللي واحد ما بقاش فيه، مكتب مسقالم ما بقى فيه حتى واحد، مكتب تيارت ما قدرتوش فيه شخص واحد بالرغم من انه كان احد احسن المكاتب في القطر الوطني، مكتب باتنا ما بقى فيه حتى واحد، مكتب بشار قط ما يسعاش، حتى مكتب باريس فيه ما لا يقل عن ثلاث اشخاص انسحبوا من الحركة، اضافة الى انه كان اثنين ولا ثلاثة من البليدة. اما اعضاء العاصمة فاغلبهم ما زدتوش شفت لهم ريحة، لا رقم لا اتصال لا اسم. كان ايضا شخص اقيل بسبب انه طلب امور وتهجم على الحركه في وقت مضى في سنه 2019. دونك انت قلت لي 10، انا نستطيع اني نثبت لك بانه كاين المئات ممن تخلوا على طريقتك الهوجاء في تسيير الحركه. وبهذا اكون قد ربحت الرهان. لازم الخواتين ثاني يفهموا بانه الاستقالات هي شيء طبيعي يحدث في كل وقت وفي كل مكان وزمان مع كل التنظيمات ومع كل الاحزاب، لكن الاشكال هو انه لما تخرج تدير بيان تكذيبي حول مجموعه من الاستقالات تقول بانه هذه الاستقالات ما حدثتش الان. المهم انه الاستقالات حدثت وانا لم اربطها بمكان يعني ولا بزمن. وايضا اذا كانت هذه الاستقالات شيء عادي مثل ما تروج له في هذا البيان، علاش تخرج تكذب اصلا؟ لانه الاستقالات تحدث في كل الاحزاب ولا ني غلط؟ بينما في الحقيقه ان اعضائها راهم بالالاف بدون ان ندخل في التفاصيل، وكاين الناس اللي هما اصلا يقول لك انا رشاد دون ان انتمي عضويا. هذه كذبه اخرى مثل الارقام العشوائيه اللي مدها في كل مره من دون احصاء من دون اي شيء، وانا عندي لي زيستيماسيون ريال تاع لو نومبر تاع اعضاء حركه رشاد اللي بطبيعه الحال اتحفظ عن الجواب عن هذا الشطر بالذات، ليس احتراما لهذا الشخص الاهوج وانما للناس الافاضل اللي كاينين في حركه رشاد. الشطر الثاني من هذا المقطع هو يقول بانه الناس اللي متعاطفين مع حركه رشاد حتى ولو ما كانوش مع حركه رشاد، ايضا الفيس كانوا متعاطفين معه ناس ماشي من الفيس، بصح هذا ما معناهش بانه هم مناضلين للفيس. هذا ماك معناتها ما تجيش تنسب الى نفسك اشخاص ما هماش تابعين لك. التنظيم يعرف بقوه عدد المناضلين تاعو ماشي بقوه عدد المتعاطفين. طبيعة الحال التناقض في هذه الحكاية هو أنه هذا الشخص يريد أن يظهر قوة حركة رشاد اللي من المفروض أنها حركة مش رايحة الانتخابات، دوك القوة نتاعها في الميدان أكوا ساسير. إذا كانوا المناضلين نتاع حركة رشاد يقول لك بلي إحنا كحركة راح تحل نفسها بمجرد قيام دولة مدنية، دوك علاش الآن جيت فاخر علينا بعدد حتى ولو كان عندك 10 ملايين؟ إضافة إلى أنه أنت نهار اللي تكلمت وقلت بلي 80% من المعتقلين هم أعضاء في حركة رشاد، فأنت شكام راك تباصي في الناس اللي راهم في الحبس؟ يخرج الفرقة تاعك من الجهة الثانية يقول لك بلي 95% من الناس اللي راهم في السجون لا توجد لديهم علاقة بحركة رشاد. رد عليه إذا استطعت. هشام عبود بنفس الطريقة في العديد من المناسبات يقول بلي حركة المر واه دارت مسيرة، واه دارت تجمهر، هاكا الناس اللي تخرجوا لخدنا، مشي كيما الحجيبات والحركات اللي تعد عدد مناضلينها على رؤوس الاصابع. دروك انت هل راك تجاوب فيهم بطريقه غير مباشره بطبيعه الحال وغير قادر على ذكر اسماءهم، ولا مغلوبتي يا جارتي؟ مره اخرى اجد نفسي مضطر الى دعوه العقال في حركه رشاد انهم يكبحوا جماح هذا الشخص المهبول، والا فستتحملون عواقب كل ما سيحدث فيما بعد، لانه راه يكشف فيكم بطريقه غير مباشره هذا الانسان الاهبل اللي مش راه عارف روحه ومش راه عارف الحدود نتاعو في اللايف تاعو وين هي. الشيء اللي نقول فيه بطبيعه الحال ليس انتقاصا لحركه رشاد ولا لمناضلين حركه رشاد، وانما باش نفهموا بانه حركه رشاد هي جزء بسيط من الحراك، معناتها اذا كنا مفاخرين فيجب ان نفاخر بالحراك لا بالحركه كتنظيم.
لكن هذا الشخص المهبول حاول جاهدا في العديد من المرات أنه ينسب الحراك إلى حركة رشاد، وكأنه يريد لهذه الحركة ويريد لنفسه أن يتزعم الحراك بطريقة غير مباشرة، وهذا اللي أنا أشوفه فيه الآن. إذا ما كنتش تصادق على أقوال محمد العربي سيطوت بعشر أصابع تاع اليدين وتاع الرجلين ولا مع تاع الدائرة نتاعو، فأنت مجرد مندس عامل لا تنتمي إلى الحراك. عشرة إذا جبتنا عشرة نحلو الحركة كاع إذا لزم الأمر. أنا ما قلتش، هو راه يقول وبطبيعة الحال لين يوفي لأنه ما يسوى شيء من دون حركة رشاد. ثم يرجع يتكلم عن النقابات وعن الكلوناج وعن أشخاص يريدون إنشاء حركة جديدة باسم حركة رشاد، وكأنه أي إنسان بالرغم من أني مانيش منهم يعني، ولكن الأشخاص اللي انفصلوا عن حركة رشاد لديهم الحرية المطلقة في إنشاء أي تنظيم يريدونه. يتكلم عن الكلوناج اللي يحدث بطبيعة الحال كل تنظيم وكل حركة ولا كل نقابة في الجزائر إلا وعندها تنظيم بيس، مثل ما حدث مع سناباب وحدثت مع العديد من النقابات اللي خرجوا لها الانشقاقات اللي داخل في قلبها من أجل تفجيرها. حركة رشاد شيء آخر، والمناضلين اللي كانوا في حركة رشاد على سبيل المثال يحيى مخيوبة ولا أي إنسان آخر من حقه أنه يدير أي تنظيم، لأنه لا يزال ثابت على المبدأ، مش مجرد أنه خرج من حركة رشاد فهذا يعني بأنه خاين ولا راه يحوس باغي يخلق لكم تنظيم بيس. فما هذه الحمار، مش مشروط لازم يكون عضو معاك في حركة رشاد باش يكون إنسان حر. اللي يهمني في القضية هو الشطر الذي يتعلق بي أنا شخصيا يعني، أما الأشخاص الآخرين فكل واحد عنده لسانه وكل واحد يستطيع الجواب على نفسه. أنا لم أجري أي حوار مع أي جريدة وطنية ولا أجنبية كانت، ولا أنوي إنشاء أي تنظيم ولا أي حزب. أنا إلكترون ليبر في الوقت الحالي، وأتمنى أنه غلطة حياتي اللي اندارت بانضمامي إلى حركة رشاد بعد ما ريكريتوني مجموعة من الأشخاص الأفاضل مش راح تكرر. علاش نقول غلطة حياتي؟ لأني سأبقى موصوم بانتمائي لهذه الحركة طيلة حياتي، دونك مش راح تكرر انتمائي لأي تنظيم تاني. ممكن أعمل مع جميع التنظيمات لكن من دون الانتماء إلى تنظيم محدد. ربما تكمن قوتنا وثباتنا في حركة رشاد هو أن الناس داخلة عن قناعات. شوفوا لحد الآن عندنا عشرات المعتقلين من حركة رشاد، عشرات، وبعضهم من سواء أعضاء في الأمانة أو في المجلس الوطني ما استطاعوش يخرجوا واحد يخرجوا دحدوه، ما قدروش. خرجوا من الماك، خرجوا من جهات واحدة آخرين، خرجوا من القاعدة، خرجوا من الناس ما عندهم اجتماع، خرجوا. رشاد ما قدروش في الخارج، ما قدروش يخرجوا واحد، اللهم إلا شخص قلبوه لما كان عندهم وبعد ما مارسوا عليه تعذيب رهيب ما خلوه فيه شيء، ما نقدرش حتى نتكلم عليه، خلاص لعبوله في المخ فمسكين. نذل وحقير ويستطيع أن يستخدم كل أساليب الجبانة فقط من أجل إقناع الناس بأن الشيء اللي راه يقول فيه حقيقة مطلقة. هذا ما كان، لو كان جات حقيقة المخابرات استطاعت أنه تقلبني، لو كان دارت بيا فيلم دحدوحي كيما راه يقول هو، لو كان في مي كنت في الجزائر فالتصريحات تاعي كون عطيتهم كلش. بالرغم من هذا أنا نتحدى أي إنسان بما في ذلك الخوار المحامين اللي مشكورين وقفوا معايا في القضية وراهم يعرفوا التصريحات واش كانت، بلي ما كاش كلمة خرجت من فمي، ما كاش اسم ذكر في محضر من المحاضر، معناتها بالرغم من كل شيء اللي تعرضت ليه كيما راه يقول. ثم يجي يتكلم عن الشيء اللي تعرض ليه يقول لك ما خلاوش فيه، واشنو هي اللي ما خلاوش فيه؟ ما ولا شيء لا نستطيع القول عليه، واشنو هو هذا الشيء؟ انا الاشياء اللي تعرضت ليها قلتها نهار اللي خرجت من الحبس وما كاش حاجه دسيتها على الشعب الجزائري، سواء في الحبس الاول سواء في الحبس الثاني، ما عنديش حاجه نخجل بها ونقولها. وحتى الناس اللي تعرضوا لي تعذيب اكثر من الشيء اللي تعرضت ليه انا ما عندهم شيء يخجلوا منه، سواء صديق دعدي ولا وليد نقيش ولا اي شخص اخر تعرض لتعذيب جسدي جنسي. انا الحمد لله يا ربي ما وصلتش هذاك الموصل، حقيقه عراوني كيما ولدتني ما، حقيقه انهم خلاوني محبوس في زنزانه بلا ما تقضي الحاجه تاعك، يعني بول على روحك ولا دبر راسك لساعات طوال. حقيقة داروا لي تعذيب نفسي أنهم يخلوكش ترقد في الليل والتحقيق يقلبوا لك الوقت على الليل مع تاع النهار، يخرجوا قيس اللي يبغوا ويدخلوا قيس اللي يبغوا، يخلوك حاشكم فايح بلا ما تدوش بلا أي شيء. الهراوة والضرب والبزيق والصفع اللي يتكلموا فيك ما كاش اللي قادر يقول لك يعني ينكر حقيقة هذا الشيء. بصح ما عنديش شيء آخر ما صرحتش به من أول يوم تكلمت مع الأستاذ دحمان لاسكر، هو مع الأستاذ عبد الغني بادي ومع الأستاذ عائشة زميث اللي كانوا حاضرين في التقديم تاعي أمام وكيل العصابة. قلت لهم ها واش صار معايا، تعرضت إلى تهديد بالاغتصاب في المرحلة ما بين شلف والجزائر العاصمة. كان هناك إنسان في كل طريق هو نفعله فيه، والهراوة بطبيعة الحال بلا ما نحكي لكم اللي قاعد منا يضرب واللي قاعد منا يضرب. أمور أخرى يعني تعذيب نفسي رهيب جدا هو أنه لما حطوني في منطقة شلف في مكان خالي أجنو
منوتي ما بين رجليا، يديا داخلين ما بين رجليا ومنوتيني في منطقة يعني خالية شبه خالية، والكلاش عند راسك. أنا ما عرفش أسكو راح نحيا ولا نموت، حاشاكم السوائل تخرج منك ما عرفتهاش إذا عرق ولا بول ولا أي شيء آخر. هاد واللي تنشهد ونقارع غير خروج الروح وليس جبنا خاوتي، لأنه هذا الموقف اللي فت به أنا مع المواقف اللي فاتوا بها العديد من الخوا غير ربي اللي على باله بال كيفاش راح نقول لك، قادر تطيح لك السكر، قادر تما تنخطف من عقلك، قادر الحمد لله يا ربي خرج منها أندم. بعد ما خرج المشكل أني بعد ما خرج ما صرحش هذا الأهبل بأنه عدت فاقدا للأهلية، ما صرحش بأنه هذا الإنسان قلبات المخابرات، بالعكس استمريت مع الحركة إلى غاية يوم خرج رشيد نكاز وقلت لكم عطيتكم حتى التسجيل اللي يقول فيه بأنه خروجك من الحركة هو خسارة لنا، وتوجد أيضا تسجيلات أخرى يشيد فيها بكل خصال تاع إبراهيم تواجي في المجلس وفي الأمانة. وعلى بالي بلي دروك غادي يروح يقلب في التليفون يحاول أنه يحذف لي ميساج اللي بيني وبينه مثل ما صرا في مع واحد شخص زعما سوا ديزون انفورماتيسيان. كل المحادثات مسجلة، قادر تدير أرشيفي كل محادثة تخرج لك، سواء على التليجرام سواء على الواتساب سواء على شيء آخر. والناس اللي دروك راها تقول لك لا وحديث المجالس وحديث الأش، إذا استطعت أنك تستدل بأي حديث كان حتى ولو كان في الخاص، ما كاش كسر حديث المجالس خوتي، رانا في ثورة ما كاش العاطفة. إذا استطعت أنك تبرهن بأنه العربي زيتو تخاين خرجها للناس، قول لهم بلي العربي زيتو تخاين. إذا كان عندك تسجيل يقول بلي أمير ديزاد خاين وهو خاين فقول بلي هو خاين. إذا كان كريم طابو عندك تسجيل تاعو بلي هو خاين قول كريم طابو خاين. إذا كان إبراهيم دواجي عندكم عليه تسجيل بلي هو خاين خرجوا هذا التسجيل يقول بلي إبراهيم دواجي خاين. ما كاش حاجة سموها حديث المجالس أخوتي، هذه أمانة بالعكس لو كان ما تقولهاش يحاسبك عليها ربي، مثل الحديث تاع محمد بن حليمة اللي راهم شادينو عنده. قلت لكم خوتي في بداية اللايف بأني راح أكشف لكم بلي هذا الإنسان دجال، وتشوفوا الآن هذا الفيديو الزوجة وين راح يتكلم على الأشخاص اللي داروا زعمة مفاوضات مع العسكر من أجل دخولهم للجزائر. جاب وثيقة هو طبعها ولا طبعينها له أي إنسان أهبل، لأنه أهبل أي إنسان قادر يخرج وثيقة عادية يعني وثيقة مطبوعة يجيبها له يقول له هذه هي الوثيقة اللي بدأوا عليها، ما تحملش السيناتور تاعهم، ما تحملش الكاشي تاع المخابرات، ما تحمل ولا شيء، جابها وراها للناس وقال لهم بلي هذا تعهد كتبوه الأشخاص اللي دخلوا. اتصل بي احد الافاضل قال لي راني راهم تكلموا معايا، اعتقد تكلموا مع زوج اخواننا من الجزائر من اللي دخلوا في موضوع هذا لم الشمل، هما قدماء الفيس، وقال لي راهم يقولوا بانهم لم يوقعوا على اي وثيقه، لم يوقعوا على اي وثيقه، لان انا كنت المره الماضيه قدمت وثيقه جاتني من احد اخواننا اللي اثق فيه ثقه كامله وعارف ان الوثيقه صحيحه. تعقلون هاللي قلت لكم اللي بيناتهم ولاءات و علاقات لا يستطيعون كسرها حتى ولو كان يغلطوا فيما بيناتهم هاد الاشخاص. راك تشوف بلي هاد الناس راهم باينين بلي شكون اللي دخلوا البلاد، والناس كامله تعرفهم بالناس اللي دخلوا البلاد، لكن بمجرد انه كان تربطوا بهم علاقه لم يستطيع حتى انه يذكر اسمهم. ثبتت مثل ما يقول، راه يقول بلي عندي وثيقه مؤكده ومصادر مؤكده، هو يكذب بطبيعه الحال وراح نوري لكم علاش يكذب. ثبتت خيانه هاد الاشخاص بمنظر زيتوطي، طبيعة الحال أنا ما نجمش نكون في بلاصتهم، أشخاص قعدوا 30 عام ولا 35 عام في الغربة ومن بعد داق بهم الحال كان قريب يموت، يقول لك أنا ندخل ندفن في بلادي ما بقاليش أنا، هذا إنسان رفيق فايت 70 عام. من بينهم هاد الأشخاص اللي هو أنور هدام، اللي ما تيقولش يتكلموا في أنور هدام بالرغم من أنه أخطاء كارثية قام بها هاد الشخص، بالخصوص في بداية الثورة لما وقفوا مع القايد هو وعلي جدي وبو خمخم وغيرهم. عبد القادر الذهبي، كمال حيدر وغاني مهدي اللي داخل تحت جناح مراد هنا بنص حزب، جماعة الولاء والبراء خوتي. إبراهيم دواجي ما عندوش عليه شعرة، الشيء الوحيد الذي يملكه على إبراهيم دواجي هو مجموعة فيديوهات انتقصه فيهم النابغة الزيتوطي بكل حرية. هادو أشخاص يدعيوا الديمقراطية، ديمقراطية انتقائية، نهار اللي تكون في واحد منا مثل ما كانوا يديروا مع حبيب عشي، نهار اللي كانوا يتصوروا مع يخرجوا ويعطوا الميكرو حبيبنا الحبيب عشي، نهار اللي حبيب عشي دار عليهم كاع خرجوا يتيروا عليه، بالرغم من انهم كانوا يملكون عليه العديد من الاخطاء الكارثيه بما فيها التصريح تاع انه قال بانه كان يقضي للناس بالكاغول. فهمتوا ولا ما فهمتوش بلي هاد الناس هدفهم ما هوش الحق ولا نصرة الحق،
هاد الناس هدفهم نصرة أنفسهم. زيتوت واحد من الناس اللي يشوف في نفسه رئيس للجمهورية، يشوف نفسه قائد ثوري لا يشق له غبار. دوك لما نتكلموا عن النرجسية خوتي، ما نتكلموش على واحد فريخ ولد البارح جاي لعبها حاجة كبيرة، تكلموا عن كبيرهم الذي علمهم السحر. أما فيما يخص الوثيقة فما تصلوش بها أشخاص خوتي، دار هذا اللايف ودار هذا التصحيح، حتى أنه ما هوش تصحيح بل هو تمادي في الخطأ. بعد ما يغلط زيتوت مستحيل يعتذر. شاف المنشور اللي داروا يحيى مخيوبة على الصفحة نتاعو، هو هذا المنشور، التشهير بالناس بأنهم أمضوا على وثيقة مقابل دخولهم إلى الجزائر بدون التأكد من صحة الوثيقة ولا من صحة خبر الإمضاء، راه حرام وعيب. متى نخرج من التهريج عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونصرة الذات ونرجع للسياسة والموضوعية؟ هنا تكلموا معه أشخاص من الحركة، الأكيد أنه يكون مردين ولا واحد من الأشخاص اللي قراب من جماعة الفيس القدامى، قالوا له بلي هاد الشيء اللي قلته ما كاش منه، لأنه في البلاد راهم يقولوا بلي احنا ما مضينا على حتى وثيقة. يستمر بالكذب وجايب لنا وثيقة قلت لكم ما فيها لا اسم لا سيناتور لا أي شيء يوريها للناس على أنها حقيقة تعهد قاموا بهاد الأشخاص نهار اللي دخلوا. قلت لكم أنا مانيش في صدد أني ندافع على أي إنسان، لكن كلمة الحق تنقال، هاد الشخص كذاب وسيستمر في الكذب نتاعو. هذه هي الوثيقة اللي وراها زيتوت في التليفون تاعو، شوفوا خاوتي ما فيها لا إمضاء ولا أي شيء، يعني مجرد خربشة مطابينها أي شخص قادر يطابيها في التليفون تاعو ولا في الميكرو تاعو يبعثها له يقول له هذه هي الوثيقة اللي مضاو عليها. لو كان كانت عندها مصداقية على الأقل، لو كان كاين أشخاص أسماء الأشخاص والإمضاء نتاعهم، بعد الشخص يخرج يكذب ولا يصدق هذا الشيء اللي راه ينشر فيه هاد الدجال الكذاب. نختم هذا الفيديو بمقولة خليل جبران اللي يقول ليست حقيقة الإنسان بما يظهر لك بل بما لا يستطيع أن يظهره لك. يعني إذا أردت أن تعرف هذا الشخص مشي تسمع الكلام اللي راه يقول فيه، وإنما حاول أنك تسمع الكلام اللي يعجز عن قوله. دوك معرفة هاد الدجالين خوتي أولى بكثير من أنك بار إكزومبل يقول لك أودي من أجل الثورة ولا من أجل الحراك ولا كل هذه عبارات رنانة كاذبة، لأن القاعدة تقول درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. أنت قبل ما تدير ريحة بارفان على حسب سبيل المثال اسمك تروح تدوش تقلع العرق وتقلع الدرن اللي راه في الجسم تاعك. نفس الطريقة خاوتي، إذا أردنا نجاح الثورة فيجب علينا أن نتخلص من كل المعيقات التي صادفناها في هذه الثورة. أهم هذه المعيقات هي تصدر المشهد من طرف بلهاء غير قادرين على إيجاد الحلول، بل كل ما يحاولون فعله هو إثبات أنهم القياد. والقائد الحقيقي خوتي ما هوش الإنسان الذي يصنع قوم تبع، وإنما القائد هو الإنسان الذي يستطيع أن يخلق قيادا آخرين. عمرنا لن تكون ديرو الثورة بديبادو. تحياتي خوتي، أمسية سعيدة. دولة مدنية مشي عسكرية إرهابية وليست دجالية نصابية خوتي. الحرية لكل المعتقلين. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.